التعايش الطائفي معناه أنك تقر الباطل ولا تدعو إلى الخير، ولا تأمر معروف ولا تنهى عن منكر، لا تنكر الشرك، لا تنكر البدع، لا تدعو إلى التوحيد. هذا معنى التعايش الطائفي. نتعايش مع الروافض، مع الصوفية الغلاة عباد القبور، نتعايش مع هؤلاء ولا نحرك فيهم ساكنا. وهذه هي دعوة الإخوان المسلمين الضالة التي أشرت إليها، أنهم انحرفوا عن منهج الأنبياء، بل يحاربون من يدعو إلى منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويتولون الروافض والخوارج والصوفية وكل أهل الضلال، بل حتى يتحالفون مع العلمانيين، مع الشيوعيين، مع الروافض، مع البعثيين، مع كل هؤلاء. بارك الله فيك. هذه دعوة ضالة، المنهج السلفي ضدها ويحاربها. والمنهج السلفي واضح والحمد لله، ليس فيه المداهنات في البدع. وأنا أشرت لكم إلى الكتب، كتب أهل السنة التي تدعو إلى منهج الله الحق، وتحذر من البدع وتفندها بالحجج والبراهين. وهذا هو الطريق. لا تزال طائفة من أمتي الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله تبارك وتعالى. فهذه الطائفة هي التي تدعو إلى توحيد الله الحق، وإلى منهج الله الحق، وإلى اتباع الرسول، وإلى أمر المعروف ونهي عن المنكر، ورد البدع، وتفنيد الشرك، وتفنيد الضلال. هذه هي الدعوة الصحيحة التي هي وراثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. العلماء ورثة الأنبياء، ورثوهم في ماذا؟ في التعايش السلمي، التعايش الطائفي الباطل. ورثوهم في الدعوة إلى توحيد الله، وإلى العلم النافع، وإلى العمل الصالح.